بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام وصباح الخير عليكم في كل مكان، انتم تتابعون قناة البلد الفضائية والبلد اف ام، ودائما صباحات البلد مختلفة عن كل مكان، وده بيعرفوا المغتربين اكثر يعني، لانهم بيحسوا بصباح البلد ويشتاقوا لصباح البلد. فنحن سعداء بهذه الطلة اليوم، وطلة ان شاء الله تكون طلة رياضية طبعا، اكيد دائما نحن نطل في الرياضة مع انتصارات المنتخبات الوطنية واعداد الانديه كمان المشاركه على المستوى الافريقي. حنتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا قبل ما نبدا برنامجنا نمشي نشوف مخرجنا والكنترول بيقدم لكم شيء في البدايه. والله فعلا الله يعني تسمع الى الصباح كده كلمات وشعر، يعني هو ليس مدوزا او شعر موسيقي، بل هو شعر عميق في معانيه في تفاصيله. كيف لا وهو يبوح به الراحل المقيم سيف الدين الدسوقي ابن حي العرب من درمان، ذاك الشاعر الذي طوع كلمات اللغة العربية فجعلها تنثني أمامه وتكون مطيعة له عند الخروج من لسانه. يقول الخليجيين صح لسانه، ربنا يرحمه في الله ويأخذ على قبره روضة من رياض الجنة، ينزل على عيشة أيوب الرحمة على كل الذين رحلوا من هذه الدنيا من المبدعين في بلادي، وهم كثر وهم باقين دائما في دواخلنا. ربنا يدي الصحة والعافية كل المبدعين الموجودين في هذه البلدة. صباح البلد والبلد اف ام لكل المشاهدين الكرام على امتداد الوطن الكبير وخارج الوطن، ودعواتنا الصالحة للمكلومين في بلادي جراء الفيضانات والسيول، سواء كان في الجزيرة في المناقل أو في نهر النيل. ودائما يعني أكيد الخيرين في بلدي لهم قصب السبق في عون الأخوان والأهل، وأصلا شعب السودان يعرف بالصبر عند الشدائد، وحتى كاد يكون أكثر صبرا في كل أحواله دائما. فرب إن شاء الله يفرج هم المكلومين ويسر الامور ويفتح الرزق ويوسع على الناس ان شاء الله، وتمر هذه المحنه كما مرت كثير من المحن السابقه على وطننا بصبرنا على هذه الشدائد. الرياضه ممكن تكون في وسط هذه الزحمه ووسط هذه العتمه لو صح التعبير، ووسط الالم يعني بيجي الفرح، زي ما قال طيب عبد الله الليله يا ليل الفرح داوي القريب اللي انجرح. فالكرة القدم واي انتصار بدي فرحه وبدي اختلاف. شوف الكلام لما تخش ملعب من ملاعب كره القدم في السودان تلقى الجمهور قاعد بكميات خرافيه باطفال، يعني ناس تنسى اللحظات القاسيه في الحياه باستمتاع ب 90 دقيقه، وعاوزين يشوفوا كره حلوه سواء كان في الهلال او في المريخ او حتى على مستوى المنتخب الوطني. وهذه الايام ما شاء الله المنتخب يعني اسعد الناس بانتصاراته المتواليه بعد انتصار منتخب السودان على منتخب جيبوتي برباعيه مقابل هدف، هدفي محمد عبد الرحمن وهدف السمان الصاوي وهدف ياسر المزمل مقابل هدف اسامه معتصم. في انتظار ان شاء الله يوم الجمعه القادم الملعب يكون مغلق ان شاء الله بالجمهور، عشان كمان الشباب زي ما هم قدموا ندون دفعه قويه نوريهم احنا من خلفكم كجمهور بنشجع السودان والوطن في حدقات العيون، عشان كمان نعمل انتصار ثاني ان شاء الله ونتاهل للشان، وده الشيء المهم. نقوم نعكس الكلام ده في منتخب الناشئين كمان برضه بيحقق نتائج مبهره، وكنا واثقين جدا لاول مره من انه منتخب السودان حيترشح للدور الثاني، وبالامس فعلا حقق هذه الامنيه بالانتصار على منتخب فلسطين بثلاثيه لمنذر محمد ومصعب علي والهداف والجليادور موسى حسن كانتي، وترشح لمقابله منتخب اليمن يوم الخميس القادم. يعني الخميس القادم عندنا منتخب الناشئين السوداني حيلعب مع منتخب اليمن الساعه 6 مساء، وعندنا يوم الجمعه الساعه 7 مساء ملعب الجوهره الزرقاء حيلتقي منتخب السودان مع منتخب جيبوتي في انتظار ان شاء الله انتصارين مهمين وعزيزين للكره السودانيه. واحد رشحنا لدور النصف النهائي في كاس العرب الناشئين مع المهندس محمد موسى، العمل شغل جميل جدا هو والمجموعه اللي معاه، ودائما كل ما تخلص في عملك الله بيديك التوفيق طوالي، وده اللي حصل لمنتخب الناشئين. في المقابل يوم الجمعه منتخبنا ان شاء الله يترشح كمان لنهايه الشان، وده شيء طبيعي نحن في الشان المفروض يكون عندنا فرص للترشح وللمنافسه على الكاس، فنحن عندنا محترفين اصلا، وبالتالي احنا المفروض نكون احسن منتخب على المستوى المحلي، ان لم نكن في افضل المنتخبات على الاقل يعني في المينيوم يعني. في المقابل برضو الانديه السودانيه اللي بدات تحضر نفسها وتحضيرات جاده انا شايفها كلها، بالذات للثنائي المشارك على مستوى الابطال افريقيا المريخ والهلال. والبدايه يمكن كانت في فريق الهلال اللي بدا اعداده باكرا، ويعني عمل معسكر تحضيري نموذجي خلينا نقول بين قوسين من خلال استضافته لفريقين كبيرين مشاركين في ابطال افريقيا، اشانتي كوتوكو الغاني وسيمبا التنزاني، وتابعنا جميعا المباريات الثلاثه التي كان فيها الاول فاز الهلال 2-0 وبعدها فاز 5-0 على اشانتي، ثم عاد وفاز سيمبا على اشانتي 4-2 في انتظار مباراه يوم الاربعاء اليوم الغد ان شاء الله 7 مساء من ملعب الجوهره الزرقاء ما بين الهلال
وسيمبا قبل ان يقابل الهلال الساحل نفسه اللي هو بيعتمد على تحضيره في مباراته السابقه مع المريخ والحاليه مع الهلال واهلي الخرطوم عشان كمان هو يقابل جيتا جود بالتوفيق كمان للهلال الساحل. تحضيرات الهلال والهلال الساحل ده شكلها. في المقابل المريخ اللي هو بدا تحضير بدري برضه كمان في ملعب وادي النيل، هذا الملعب الانيق جدا واللي نفس كثيرا من مشاكل البنيه التحتيه في السودان، تحيه لمجلس اداره وادي النيل. وبعدها انتقل بعد ان لعب مباراه مع هلال الساحل واتصل فيها 3-2 بتشكيلتين مختلفات، وتحول الى اثيوبيا في مدينه ديبرزيت الاثيوبيه اللي هم فيها فريق سان جورج الاثيوبي، عمل توأم مع هذا النادي اللي حيقابل الهلال، ولعب حيلعب معه مباراه اليوم الساعه الثالثه عصرا اول مباراه تحضيريه للمريخ في ملعب او في معسكر وفي اثيوبيا. امنياتنا للتوفيق، واكيد فريق سان جورج حيفيدنا المريخ كثيرا في تحضيراته الحاليه. حيلعب مباراه ثانيه مع سان جورج قبل ان يقابل طبعا ارتا سولار الجيبوتي. في المقابل كذلك اهل الخرطوم بدا تحضيراته ومعسكر، واهل الخرطوم عنده ميزه يعني من انه بيجمع مزيج من اللاعبين الشباب والخبره زي مهند طاهر وغيره من اللاعبين الكبار الموجودين في اهل الخرطوم. امنياتنا كمان بالتوفيق مع كوتش صلاح نور الدين يقدم بشكل جيد بعد ان غابوا عن المشاركات الافريقيه منذ 98. احنا حنمشي طبعا مع شويه مع مخرجنا والزملاء الموجودين، نقول لهم كلهم صباح الخير عليكم. ويا اخي دائما احنا نسعد ان نكون مع بعض في الصباح عشان نقدم حاجه للمشاهد الكريم اللي بيستحق حاجه دائما جميله واجمل، واحنا دائما نحاول نرتقي مستوى المشاهد. حنمشي نسمع لحن الصباح وبعد ان نستقبل اتصالاتكم للحديث عن انتصار المنتخبات الوطنيه واعداد الانديه السودانيه للمشاركة باسم الوطن على المستوى الافريقي في مطلع سبتمبر القادم باذن الله تعالى.